معانا دريم النهارده شوكولاته الطبخ دريم، هنعمل منها الجناش اللي هنحطه على الكب كيك. تمام، هستعمل حتى النهارده البيضه، يعني احنا دايما بنستعمل البني ده واخدين عليه، لا النهارده قلت نعمل شويه تجديد، نعمل الكب كيك هو اللي بني ونعمل الشوكولاته او الجناش هنعمله ابيض. بجيب شوكولاته الطبخ دريم، بجيب القالب دوت ببشره. تمام، هضيف له ايه عشان اعمل بيه الجناش ده؟ ببشره يبقى بالشكل ده. بجيب قشطه على وش اللبن او قشطه عندي، وحوالي مثلا نص كوبايه، دي طريقه دي الكيك مش الجناش. الكيك اهو هنقول بكيك الاول. طب ماشي اوكي عشان ما نلخبطكوش. الكيكه هنا عندي عاملاها بالزبده، الكب كيك عاملاها بالزبده، كوبايه زبده، كوبايه دقيق، كوبايه لبن، كوبايه سكر، سكر بودره او عادي مش مشكله. تمام، 2 بيضه، فانيليا، معلقه بيكنج باودر كبيره، ومعلقه كاكاو. يعني عشان خاطرك بس. ماشي، هقول تاني. ده كده خلاص الكيكه. هناخد بقى الجناش، قلنا اللي هو ايه شوكولاته الطبخ دريم، هناخد حوالي كوبايتين. الكوبايتين دول ممكن يكون هي العبوه دي كلها، ابشرها هتطلع طبعا بتنفش كده بديك الكوبايتين. تمام، هناخد نص كوبايه من القشطه، نص كوبايه من اللبن، معلقتين من الزيت، وكوبايتين من الشوكولاته. تمام كده، هعملها بطريقه سهله جدا في الخلاط، هي يعني مكلفه سنه عشان الزيت ده كوبايه بحالها، بس هتديكي نتيجه حلوه جدا. تمام، هجيب هنا الخلاط، ويكون الزبده دي درجه حراره المطبخ. هحط هنا كوبايه لبن، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه سكر، كوباية زبدة، يبقى هي مفيش حاجة اختلافات كتيرة خالص اهي، كوباية كوباية كوباية، كوباية لبن، كوباية سكر، كوباية سكر بودرة أو سكر عادي مش مشكلة، كوباية زبدة. تمام، 2 بيضة، اتنين بيضة، اتنين فانيليا، اتنين باكو فانيليا، معلقة كبيرة كاكاو او معلقتين حسب ما انت عايزاها غامقة قد ايه، واضرب ده كله مع بعض. هو رافض نعلم معاه الاول، بس الباتيوله تقيله، معلقه خشب. محتاجة تسخن شوية معايا كده الزبدة، هديها الدقيق لسه لسه، كوباية دقيق واحدة، معلقة بيكنج باودر كبيرة، رشة الملح، وأقلب كله مع بعض. تمام كده، واصبها في قوالب الكب كيك، بس انعمها انعمها خالص، يعني بقى زي ما بقول كده المضرب كهرباء يبقى حلو جدا، بس المضرب الكهرباء قبل ما ننزل الدقيق. دايما اقول لكم الدقيق ما نضربوش في الايه، في ال، هنزل المضرب التاني دلوقتي مع انه بيضايقني شويه، بس ايه عشان بيلضم في الحاجه. We'll be right back.
ماشي. حاضر. طب في الفرن كده على الرف الوسطاني وربع ساعه بالكتير. اجي بقى للايه، للشوكولاته، هبشرها، اخد شوكولاته بيضه وابشرها. ناخد قالب شوكولاته بيضه، اولع هنا على الايه، على اي حاجه كده تكون غويطه شويه عشان تاخد معايا. انا هحط نص كوبايه قشطه، نص كوبايه لبن، نص كوبايه من معلقتين من الزيت عشان تلمعها لي كمان. الشوكولاته دي بالشكل ده هاخد على الناعم او على الخشن، مش مشكله، كده كده انا هسيحها، بس الناعم بتديني بقى ايه، اسرع، بتديني ايه، اسرع نتيجه، يعني بتسيح بسرعه جدا. ماشي اهي بالشكل ده كده، يعني بقعد ابشر ده كله لغايه ما ايه، اكون الحبه دول. طبعا انا عارفه مش هلحق اعمل كوبايتين من الشوكولاته، بس الحبه دول هاخد هنا بقى نص كوبايه من اللبن، معلقتين من الزيت، نص كوبايه من القشطه، قشطه بقى شرياها، وش اللبن، اي حاجه، يعني ممكن اللي ياخد واحده كب كيك خلاص قفل بقى، ان الكب كيك عندي كمان دسم وكمان الجناش بتاعه دسم. اسيحهم واسخنها كده، واسيح القشطه، وبعدين اروح حط عليها الايه، كوبايتين الشوكولاته دريم البيضه المبشوره. هتسيح على طول، بس انا عايزه طبعا بسباتيولا مش بالمعلقه دي، عشان كده ما تقعدش تعمل حس جامد، عشان ناشفه. تمام كده، هتسيح اهي. طبعا القشطه بتسيح على طول، سواء وش اللبن او اللي شاريها، الاثنين بيسيحوا على طول. هتسخن اهي خلاص. طبعا انا اول ما هنزل هشيلها من على النار، هنزلها كده واروح شايلها كده من على النار خلاص. اوكي، دي شوكولاته دريم البيضة اللي انا بشراها، دي كوبايتين منها. وبص على طول ساحت، عشان اهي بصوا على طول راح يتسيح على طول بسرعه جدا، لان انا بشرها ناعم قوي. كل ما هتكون تخينه شويه كل ما هتتاخر معاكي في ان هي تسيح، انما هي كده خلاص، ده كده طبعا لما تبرد هتلاقيها تقلت، فيها شوكولاته، فيها الشوكولاته وفيها القشطه، فبتلاقيها ايه، تقلت معاكي خالص اهي بالشكل ده. بس انا هسقي بيها بقى وهي يعتبر دافيه. ده كده انا ببدا ان انا افتحه من النص، بعمل بمعلقه صغيره كده، باخد كده ايه، بعمل حاجه زي العين كده، بصوا كده، مره كده ومره كده، واروح شايله دي، شايله الحته اللي في النص. حابه تقلليه شويه لو انت عايزاه يقفش معاكي قوي، حطي كتري شويه. ابدا املى الحفره دي كده، هي بقى هتشرب الكيكه من جوه وتطرى،